السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تعليم العربية لغير الناطقين بها. في بداية الفيديو أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد بفضل الله عز وجل، وإن استفدتم بهذا الفيديو أرجو منكم أن تشاركوه مع المعلمين والمعلمات ليعم نفعه ويكثر بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم سنتكلم في جزئية مهمة جدا من جزئيات كثيرة جدا، يعني ينبغي أن نتحدث حولها في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها، ألا وهي تعليم حروف الجر، تعليم حروف الجر. عندما مثلا نقرأ النص أو الحوار مع الطالب في المستوى الأول على سبيل المثال، وطبعا سنفرق بين المستويات التمهيدية اللي هو المستوى التمهيدي والمستوى الأول والثاني مثلا، وبعد ذلك المستويات التي تلي المستوى التمهيدي، وهي أو نسميها المرحلة التمهيدية، تشمل المستوى التمهيدي أو المستوى صفر، مستوى أول مستوى ثاني، بعد كده المستوى الثالث ده نسميها مستوى مثلا مرحلة متوسطة ثم مرحلة متقدمة. الذي سنحتاج فيه إلى مجهود أكبر هو المرحلة التمهيدية. بعد ذلك يمكننا أن ندرس النحو بالقواعد المعروفة في كتب، أقصد يمكن أن ندرس حروف الجر بالقواعد المعروفة في كتب النحو، لكن المعول عليه والمهارات، مهارات المعلم تظهر أكثر في المستويات التمهيدية. فعندما نقرأ حوارا مثل هذا الحوار، الزوجة تقول: كيف الجو في الخارج؟ السماء تمطر الآن، هذا فصل الخريف، ثوبك مبتل، أين المعطف؟ تركته في الشركة. وأين المظلة؟ تركتها في السيارة. جيد؟ طبعا في الفيديو السابق مباشرة، وهو طريقة تدريس القراءة أو تأدية درس القراءة، قلنا أننا سنقرأ الحوار أولا، ثم بعد ذلك ندخل في تحليل المفردات والوقوف على القواعد النحوية. وقلنا أن النحو يدرس في المستوى التمهيدي بطريقة أشبه ما يكون بالطريقة الرياضية، قواعد كده أو يعني نماذج الطالب يستطيع أن ينسج على منوالها نحوية، دون أن نتعمق معه في المصطلحات النحوية واسم مجرور وعلامة جر وهذه الإيه وهذه الأمور. فعندما ننتهي من القراءة وننتهي من درس القراءة ونبدأ في تحليل المفردات ونأتي في الجزء النحوي الخاص بالدرس أو الحوار، نبدأ في شرح النحو. جميل؟ فسأكون يعني مسبقا قد جهزت ملفا مثل هذا الملف. جيد؟ حروف الجر، وده طبعا في المستويات التمهيدية، طبعا الجزء ده مش هيكون مكتوب في الملف، ولكن هذا فقط للتوضيح لحضراتكم. فسنقول للطالب أن حروف الجر، حروف الجر هي، لست محتاجا إلى تعريف مصطلح حروف الجر، ولكن أقول له حروف الجر هي من، إلى، في، بي، على مثلا، وهي أشيع أو هذه الحروف الأكثر شيوعا واستخداما في المستويات الأولى. جيد؟ من، إلى، في، بي، على. ما اسم هذا؟ من اسمه حرف جر، حرف جر، حرف جر. إلى، حرف جر. في، حرف جر. بي، حرف جر. على، حرف جر. جيد؟ فنعطي له هذه القاعدة أو هذا النموذج، حرف جر بلس أو يأتي بعده اسم وكسرة، يأتي بعده اسم وإيه وكسرة. ونأخذ هذه النماذج: أنا في المسجد، أنا في المسجد. جيت؟ أنا في المسجد. هي من الهند. جيت؟ ذهبت إلى البيت، أكتب بالقلم. جيت؟ مثلا الكتاب على المكتب. طبعا أنا أستخدم كلمات الطالب درسها بالفعل في الغالب، يعني
يعني استخدم مثلا كلمه المسجد، الهند، الهند، البيت، القلم، المكتب، هذه الكلمات اصلا دراسات طالب. فحتى اشرح كده القاعده النحويه دون ان يعني ادخل في مشاكل ان الطالب لا يفهم اصلا معنى الكلمه، لا استخدم كلمات بالفعل الطالب درسها. جيد. طبعا في المستوى الاول سنجد انه في استثناءات، زي هو في المستشفى، انا من جدتا. جيد. فيمكن ان نضع يعني هاتين الجملتين بهذا الشكل ونقول للطالب انه in Arabic there some words it's different we can't put كسر. خلاص. Like هو في المستشفى، انا من جدتا. ونقول للطالب انه هذا قليل جدا. جيد. نقول some words only in Arabic we can't put كسر. جيد. Like مستشفى جدتا. جيد. And إن شاء الله we'll study it in the next lecture. خلاص. المهم إن أنا أعطي للطالب كده إشارة إن في بعض الكلمات مختلفة، لأنه بالطبع سيجد إنه في نفس الحوارات اللي التي ندرسها هذه، جيد، سنجد إيه؟ سنجد إنه في كلمات مختلفة. جيد. مثلا هنا يقول أتكلم من لندن. جيد. الجو بارد في لندن، هذا فصل الشتاء. مثلا هو من جدة. واضح. مثلا سأقضيها في تونس. فالطالب يكون عنده ملمح كده ان في بعض الكلمات مختلفة، لكن هذه القاعدة الايه، القاعدة العامة، القاعدة العامة. جيد. ثم بعد ذلك اعطي للطالب تدريب، وانا ادرس القاعدة النحوية لازم اعطي للطالب ايه، تدريبا اكثر باكثر من شكل، محمد في، الطالب يختار الجواب الصحيح. جيد. هكذا محمد في الفصل، أنام على السرير، السرير، السرير. جيد. هنا السرير، وطبعا أرجع للطالب يختار الإجابة. وهكذا أنت في السيارة، هذا صحيح أو خطأ؟ ده خطأ. جيد. طيب ما هو الصحيح؟ الصحيح السيارة. جيد. طيب أكتب في الكتاب، هذا صحيح. سند. الطالب في جدتي، هذا خطأ. لماذا خطأ؟ في جدة لتنتهي بالتاء. جيد. فنكتب جدة، تمام، بهذا الشكل. جيد. أما في المستويات المتقدمة بقى، نبدأ مستوى ثالث ورابع وهكذا، خلاص الطالب بيكون أصلا بيدرس قواعد النحو في منهج نحوي، فبالتالي أقول له إن هذه حروف الجر، وحروف الجر تجر ما بعدها، وعلامة الجر تكون كذا وهكذا، وهناك ما يسمى بالممنوع من الصرف، بحيث إن إحنا الطالب يأخذ قواعد ينسج على إيه؟ على منوالها، كما يتعلم أو كما يعني درس أو كما كان ينطق العرب الأوائل اللغة، ما كانوا يحتاجون إلى أن يعرفوا هذا حرف جر، وحرف جر يجر ما بعده، لكن أنا أعطي له نماذج هكذا حتى ينتبه إلى أن بعد حرف الجر نضع كسر، إلا في بعض المواضع البسيطة، دون أن أقول له إن ده مثلا ممنوع من الصرف، أو الحركة هنا مثلا مقدرة للتعذر، لا، لا أدخل نفسي في هذا الإيه؟ الأمر. وطبعا أيضا أستطيع أن أستخدم الإيه؟ السبورة. السبورة أيضا أستطيع أن أستخدمها. أفتح سبورة على سبيل المثال، مثلا سبورة زوم، وأبدأ في استخدامها. جيد. نعم، لحظة واحدة، أفتح السبورة فقط. مثلا سنقول أدرس، معلش السبورة لسه بتحمل، ف نعم حملت. نقول أدرس في، ها يا طالب، أدرس في مثلا، ها المعهد، المعهد، المعهدي. نعم أحسنت، المعهدي. أدرس في
في المعهد. أحسنت. وهكذا يكون الدرس درس حروف الجر في المستويات التمهيدية. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.